مش بس الفوز بالبطولة، الاحتفاظ بيها وهو أصعب. فهو احتفظ بالبطولة الأفريقية ثلاث مرات، ودي مش 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 حاجة سهلة. مركز متقدم وبرونزية كأس العالم للأندية، الاستمرار في الفوز بطولة الدوري، يعني زي ما حضرتك بتقول هي منظومة نجاح متكاملة على مستوى المحلي والأفريقي. احنا يعني لكن في نفس الوقت احنا برضو، احنا الأهلوية برضو دول ليهم طباع كده برضو يعني الناس لازم تعرفها، احنا ما بنقلهش حد. يعني احنا عندنا الأهلي هو اللي فوق كل الناس، مفيش حد فوق الأهلي، مفيش حد له فضل على الأهلي بما فيهم جوزيه. الأهلي فضله على الكل بما فيهم جوزيه، ده صحيح. والأهلي عمل اسم جوزيه، مش جوزيه اللي عمل للأهلي، بدليل انه اصبح مدير فني مطلوب عالميا سواء على مستوى المنتخبات او الانديه بعد تجربه النجاح الكبيره مع الاهلي. صحيح. وما فيش عندنا حد فوق النقد. احنا في الاستوديو التحليلي بتاع النادي الاهلي بننتقد الاداء. دي نقطه مهمه قوي بقى يا كابتن عصام، في حالات تبقى الجماهير مستغربه جدا. مستر جوزيه اكيد مدير فني كبير وعنده خبرات ورصيد بطولاته بيتحدث عنه ويدافع عنه من غير ما احنا نشيد بيه كمدير فني، هو مش محتاج مننا مدح او تقديم يعني. لكن حضرتك ودكتور طه اسماعيل، كابتن زكريا ناصف واخرين مع كابتن خالد توحيد في ملعب الاهلي، احيانا بتجدوا له بعض الاختيارات اللي بتستغربوها جدا وتنتقدوها بشده، بعض الحركات في نقل اللاعبين في الملعب. هل ده بيبقى تجربه غير موفقه؟ هل هو مبدع؟ هل بيحب يبتكر فاحيانا بيكون الابتكار مش موفق وبيجيب اثر عكسي في الملعب، لان احيانا الجمهور بيزعل من بعض الاختيارات او التغييرات في الملعب؟ شوف، هو لا يوجد مدرب معصوم من الخطا. واحنا يعني في الاستوديو التحليلي او في قناه الاهلي بنتوخى الموضوعيه اللائقه بالنادي الاهلي، وبنقول وجهه نظرنا في النواحي الفنيه، وكل من الإخوة المحللين له من الرصيد الخبرات والدراسات والممارسة ما يتيح له أن يبدي وجهة نظر في تغيير أو في تشكيل، هي مجرد وجهة نظر في مقابل وجهة نظر المدير الفني. وده طبعا بيحدث فقط أثناء لما يكون ما فيش فيه توفيق، لما يعني لما يكون هناك أنت شايف أنه بيدعم وجهة نظرك نتيجة معينة أو أداء غير مرضي، فده بيساعد على أنك بتقنع المشاهد. هناك أمانة المسؤولية وأمانة الكلمة والمصداقية اللي إحنا يعني اللي هي من سمات النادي الأهلي، وبالتالي تبقى من سمات القناة اللي بتعبر عن النادي الأهلي، لابد أن تكون هذه المصداقية هي اللي بتقودنا جميعا. إنما في النهاية إحنا مساندين للفريق، انما المسانده بالمعنى اللي قال عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، انك تنصر اخاك ظالما او مظلوما، اذا كان ظالم بتقول له الصح فين وبترده عن هذا عن خطأ او تقومه. وده دور الاستوديو التحليلي الموضوعي زي ما حضرتك قلت، انكم تشوفوا فين اوجه القصور وتلفتوا النظر ليها. ودي بتبقى في مرات يعني كانت موجوده في مرات محدوده، انما باستمرار نحن مستعدين ان احنا، لانه الكلام كمان ما فيش فيه ناحيه شخصيه. كلام انت بتتكلم على وجهه نظر فنيه وبتدعمها باسلوب فني وبخلفيه علميه، وتتفق او تختلف مع الرؤيه او الاختيار ده بعيدا عن احترام كل شخص مانويل جوزيه كمدرب او مدير فني. ده مش محل مناقشه، مش محل مناقشه ان هو الافضل لهذا المكان. والمسانده ليه والمسانده للفريق تعني ان احنا نحط ايدينا على، لانه احنا بنخاطب